هيمنة الاستروجين وزيادة نسب هرمون الاستروجين الأنثوي سواء كان عند الشباب أو عند البنات بيعطوهم رح يعطيهم صفات أنثوية عند الشباب وزيادة التثدي وتراكم الدهون في منطقة البطن، وعند البنات بيزيد النسب للبلوغ المبكر وكمان مشاكل صحية أكثر منها السرطانات الهرمونية. من وين وشو هي المصادر اللي بنتعرض لها للاستروجين لزيادة بجسمنا؟ ممكن جسمنا يكون عم بيصنعه أو ممكن نتعرض له من مواد خارجية وكيماويات، قد تكون من غذائنا موجودة بأكلنا، بالمي اللي عم نشربه أو بالمنتجات اللي عم نحطها على شعرنا والكريمات اللي على وجهنا والأشياء اللي بترششوها والعطور اللي بترششوها بالبيت وعلى عفشكم وبكل مكان. قد يكون سببها التعرض للبلاستيك، قد يكون سببها الاسترس العالي والضغوطات النفسية اللي بنتعرض لها كتير، أو بكل بساطة بسبب زيادة الدهون داخل جسمنا. لما يكون متراكم عندنا دهون كتير بيكون ممكن يكون صير عندنا استروجين بكميات أعلى. التعرض للمعادن الثقيلة زي الزئبق واللد والرصاص ممكن يأثر، وكمان عاداتنا الصحية المختلفة اللي بنعملها خلال نهارنا. زيادة هرمون الاستروجين الهرمون الأنثوي بيأثر كتير على صحتنا. تابعوا الفيديوهات اللي بعده عشان تعرفوا أكتر عن كيف نحل هاي المشكلة وكيف نخفف من تراكم الاستروجين اللي موجود بجسمنا.